للتفاصيل أوفى عن الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف من لندن الكاتب والمحلل السياسي عبد العزيز أغنية. مرحبا بك. تحية واحترام لك سيدي الكريم. أولا، ما مدى إلزامية قرارات المحاكم الأوروبية التي منعت في السابق نهب ثروات الشعب الصحراوي؟ إذا تحدثنا عن هذه القرارات التي نراها نافذة في بلدان وغير نافذة في بلدان أخرى، إذا ما رأينا والكل يرى بأن النهب مستمر في حق الشعب الصحراوي الذي يطالب بتحقيق مصيره. يعني قرارات المحكمة الأوروبية هي ملزمة لكل الدول الأعضاء في المحكمة الأوروبية بما فيها بريطانيا، وبريطانيا لم يتم خطامها الكامل من الاتحاد الأوروبي، مؤسسات الاتحاد الأوروبي وغيرها. نعم هي خرجت من الاتحاد الأوروبي، ولكن تنظر إلى هذا القرار بأنه قرار تدخل في شؤونها الداخلية. طبعا موضوع المهاجرين وموضوع العصابات التي تقوم باستغلال طالبي اللجوء، خاصة عندما تفسر طالبي اللجوء في بريطانيا ما بين عنصرين، هناك عنصر يخشى على حياته ولديه مشاكل حقيقية، وهناك عنصر الهجرة الاقتصادية، الهجرة الحاجة الاقتصادية. تتكلمين هنا على عالم به أكثر من 52 نقطة نزاع، يعني أو حروب أو نقاط قلق، الآخرها كانت الحرب الأوكرانية. وبالتالي موضوع أن يتم تصفية اللاجئين أصبح مطلب شعبي أو مطلب عام داخل بريطانيا، تحاول حكومة المحافظين تلبيته، ولكن هناك استياء عام أن يتم التسفير إلى رواندا. هل أصبحت رواندا اليوم هي راعية حقوق الإنسان مقارنة بباقي العالم، أم هي محاولة للحكومة فقط إلى محاولة إرجاع هؤلاء المهاجرين؟ وتدرس كثير من الدول الأوروبية حقيقة إرجاع المهاجرين الذين يصلون إلى حدودها بمختلف حدودها البحرية أو واضح جدا. نعم، إلى بلدانهم الأصلية. بالحديث عن هذا، هل يمكن للقضاء الأوروبي مثلا أن يمنع ترحيلا مماثلا للاجئين من دول أوروبية أخرى إلى إفريقيا؟ ونتحدث هنا بالخصوص عن اتفاق الهجرة بين المغرب وإسبانيا. بوسع المحكمة أن توقف هذا الأمر، ولكن أيضا الحكومات لديها طرق أخرى. تتكلم على نقاط واتفاقيات أحادية ما بين مثلا المغرب وإسبانيا، هناك أيضا اتفاقيات غير مكتوبة ما بين إيطاليا والحكومات الموجودة في طرابلس لإرجاع المهاجرين الذين يعبرونها بالقوارب. هناك خطر حقيقي على هؤلاء المهاجرين في العودة إلى نقطة الصفر، يعني وهذه تظل اتفاقيات فردية. هل يستطيع كل المهاجرين الحصول على الحماية أو الدعم القانوني اللازم بالوصول إلى المحكمة الأوروبية لكي تحميهم؟ هذا أيضا سؤال جوهري ولا نملك الإجابة العينية له اليوم، ولكن في قادم الأيام ستكون واضحة. نعم، من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد العزيز أغنية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.